أسلوبهم متحكمين في المباراة. إبراهيموفيتش مدافع يقطع الطريق للكرة العرضية، لم يبعدها وما زالت الخطورة قائمة. فرصة لإرسال كرة، فرصة متاحة، كرة بيخلص حارس المرمى لكن ما زالت خطيرة. هذه المرة سيرفيات حارس المرمى، لكن ليست في كل مرة تكون بهذه السهولة. الحارس قام بعمل كبير في التصدي للكرة اللي سبقت هذه الكرة. كرة بتنقطع بعد تحرك جيد من اللاعب. تمريرة باتجاه الجناح. مضيع الكرة. تدخل سليم واعتراف في هذه الكرة. تحت الضغط قد يرتكب الأخطاء. يعدي فيها، يتقدم فيها. أوهو، ضاعت الفرصة. شوف القرار في اللقطة الماضية، فكر يسدد، كان منفرد بحارس المرمى، لكن الكرة بتضيع. كان مفروض يكون أكثر هدوء في اللقطة الماضية. حارس المرمى يتدخل وبيشتت الكرة الآن. يسير باتجاه المرمى الآن. ممكن فيها فرصة. مدافع في المكان المناسب، يلعب الكرة بالرأس الآن. تدخل خاطئ وبالتالي صافرة، ممكن يكون فيها كارت أصفر. كرة عالية تذهب لحارس المرمى. سانتي هارميو، بليز كم تو جيست ريليشنز تو كليم يور برايز. روني، كرة بتضرب الخط الخلفي، كرة بتصل أمام المرمى. الحارس يمنع الكرة لكن الكرة ما زالت خطيرة. كرة بتتحول إلى رمية تماس. يلعبون الكرة بهدوء وبدون استعجال لتسجيل هدف التقدم. الله على قطع الكرة، دفاع ممتاز في هذه اللقطة. بينية جميلة. قد نشاهد فرصة في هذه اللحظات. عرضية وين؟ لا يوجد أحد هنا ليقابل هذه الكرة. فرصة للتقدم. حارس المرمى يخرج ويلتقط الكرة. يتألق ويبعد الكرة. فرصة مع الضربة الركنية للتقدم في النتيجة. كرة زاوية إلى العمق وتبعد الخطورة. المساحة متوفرة أمامه لإرسال كرة عرضية. تدخل يبعد الكرة. يا سلام على التمريرة. قطع للكرة في الوقت المناسب. بتروح الكرة للخصم. حلوة الكرة البينية خلف الدفاع. الكرة تخرج إلى ركلة ركنية. ركنية تنفذ بشكل قصير. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. تتوالى الضربات الركنية للفريق. كرة قصيرة بيلعبها في الخلف. الله على الفدائية من المدافع. شوف اعتراض الكرة الماضية. عنده قدرة رائعة في قراءة الخصم. عنده فرصة للتسجيل. كرة في المرمى. هدف يأتي بعد مجهود في استعادة الكرة، بعد ضغط مكثف جدا، بعد عمل رائع من الفريق ككل من أجل استعادة الكرة. صافرة الحكم تنهي الشوط الأول 1-0.
شوط أول غير ممتع على الإطلاق. أتمنى بأن يتطور مستوى الفريقين في الشوط الثاني ونشاهد كرة قدم حقيقية. ندخل إلى الشوط الثاني من هذا اللقاء. مساحة كبيرة الآن فاضية على طرف الملعب. قرأها بشكل سليم، يقطع الكرة بدون مشاكل. بينية تكسر الخط الخلفي. كرة بينية لكن قوية بعض الشيء، الكرة الآن في طريق حارس المرمى. كرة عالية تذهب لحارس المرمى، تسديدة والحارس ينقذ الكرة بدون أي مجهود. تغيير لعب على الطرف والاعتماد على الأطراف. العرضية تقف للمدافع. ضاع الاستحواذ. تحرك ممتاز للاعبين لدعم الهجوم. عرضية لا تغير من وضع المباراة. لن علي استغلال المساحات والبحث عن هجمة مرتدة. في منطقة جزاء يستعيد الكرة. ضربة ركنية يحتسبها الحكم بعد ما اصطدمت الكرة بالمدافع. تنفذ الضربة ركنية باتجاه وسط ال 18. الله على التصدي من حارس المرمى للكرة الماضية. تمركز ممتاز يساعده في قطع الكرة. عند الإمكانية هنا. يا سلام على فكرة التمريرة، فكر فيها لكن المدافع قراها صح في اللقطة. فقدوا الكرة. بيلعب لبينية جميلة. كرة بتتخلص من المنطقة. نصف ساعة تفصلنا على سطرة نهاية المباراة. ينتقلون بالكرة إلى الثلث الأمامي. تغطية ضعيفة من المدافع. الكرة مع هجوم الخصم في هذه اللحظات. في الوقت المناسب يتدخل ويقطع الكرة. البحث عن هجمة مرتدة. أين الدفاع؟ الكرة بدون رقابة الآن. كرة هدف الآن. المرمى خالي. يضع الكرة في الشباك. أوه على هذه اللقطة. إذن عودة للمباراة مشاهدين الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. حاولت فتح اللعب على الجانب الآخر. حلو الاحتفاظ بالكرة. الله على تفادي الخصم في اللقطة الماضية. يأخذ الكرة في منطقة خطيرة جدا. قرار الحكم يعطي الأفضلية لمحاولة استفادة من الكرة. قد تتسبب هذه في مشاكل لدفاعات الخصم. عرضية في منتصف ال 18. الكرة بتتشتت بعيد عن المرمى. عمل رائع. اوهو حلوة التسديدة، لكن لسوء الحظ مرت الكرة. الكرة فوق العارضة. سددها بقوة. كم من الممكن أن تسجل هدف جميل في هذه اللحظات. انطلاقة كانت خاطئة من اللاعب. تسلل واضح في اللقطة. يفتح اللعب على الطرف. عرضية سهلة في يد حارس المرمى.
التدخل بشكل سليم، شوف استعادة الكرة بطريقة مثالية. يتقدم فيها، يقترب من مناطق الخصم الآن. اعتراض وتشتيت الكرة، كان ممكن تشكل خطورة. بينية متقنة. فتح اللعب على الأطراف، يقابل الكرة وبيخلصها من منطقته. إبعاد الخطورة، لكن مرة أخرى بين أقدام لاعبي فريق الخصم. كرة متاحة للتسجيل، الحارس يصد ويمنع ويرفض تسجيل هدف آخر. الله على التصدي. ركنية ترسل حدود المنطقة، يبعد الخطر. كرة ممتازة في المساحة، بيعدي فيها، بيمر، بيعدي، بيلعبها. تمريرة واحدة حاسمة كانت كفيلة لأن تأتي بالكرة داخل الشباك. النتيجة الآن 2-1 والكرة تعود إلى منتصف الملعب. الآن بدأ العد العكسي، تتكلم عن 9 دقائق فقط على الصافرة. تدخل ممتاز والكرة راح تعود الآن رمية التماس. الآن الجماهير تقدم كل ما عندها للفريق المستضيف. المباراة اقتربت من النهاية والفريق حتى الآن يتمتع بالأفضلية بالنسبة للفوز في هذا اللقاء. شوف التشجيع، شوف الاحتفال المبكر حتى الآن من هذه الجماهير. فرصة للتعادل، كرة للتعادل الآن. أوهو، ربما الفرصة الأخيرة ضاعت، راح التعادل، ضاعت الكرة. انفراد في اللقطة الماضية، ضاع الأمل في التعادل في الكرة الماضية. بينية تضرب الدفاع، تحولت الفريق الخصم. فرصة الهجوم مرتد في هذه اللحظات. كرة طويلة من حارس المرمى، يبعد من خلالها الخطورة عن المرمى. بيسدد الآن، مدافع يقطع الطريق بكل فدائية. ضربة ركنية بمثابة الفرصة الأخيرة للعودة في النتيجة. ركنية باتجاه المنطقة، كرة خطيرة لكن الدفاع بيخلصها بعيدا عن المرمى. المساحة أمامه في هذه اللحظات. في محاولة قد تكون الأخيرة لتسجيل التعادل. شوف بناء اللعب، شوف تبادل الكرة بشكل سليم. بيلعبنا الكرة باتجاه المرمى، يبعد الخطورة في هذه الكرة. صافرة نهاية المباراة مشاهدينا، وانتصار أول في انطلاقة الموسم الجديد. 3 نقاط.